اهلا بحضراتكم مره تانية. هيكون معانا عبر الهاتف الدكتور سيد خليفه نقيب الزراعيين. دكتور سيد اهلا بك معانا على شاشه اكسترا نيوز. اهلا بحضرتك. اهلا يا فندم. اهلا بك. يمكن الشعب المصري بكل طوائفه كان يعني زي ما بنقولها رهن اشاره السيد الرئيس حينما دعا الى تفويض من الشارع لدعم كافه القرارات التي تتخذها القياده السياسيه. ويمكن شفنا كل المحافظات خرجت عن بكره تأبيها في هذا اليوم وعربت عن تأييدها. كيف ترى ان يعني الشعب بقدرته ان هو يوصل رساله قويه الى العالم اجمع ان هو خلف قيادته السياسيه بكل طوائفه بكل توجهاته وميوله السياسيه كانت او حتى العمليه او المهنيه؟ خليني في البدايه يعني اتقدم باسمي كنقيب للمهنه الزراعيه في مصر وزملائي اعضاء نقابه المهنه الزراعيه البالغ عددكم 1,000,000 مهندس زراعي بخالص الشكر والامتنان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكبير واللامحدود للقضية الفلسطينية، ويعني الجهد الكبير اللي بتبذله الدولة والسيد الرئيس وأجهزتها المختلفة في التخفيف عن أهالينا في قطاع غزة من الناحية الإنسانية وأيضا من الناحية السياسية وحتى من الناحية العسكرية وتخفيف الأعباء عليهم ووصول المساعدات. ده مجهود كبير جدا للسيد الرئيس وللدولة المصرية، ويمكن كلنا تابعنا لقاءات وزيارات عديدة لقادة العالم بمصر والخطاب السيد الرئيس وأيضا بالسيد وزير الخارجية وجهد على مدار الساعة للترخيص عن أهلنا في غزة نتيجة هذا العدوان الغاشم من إسرائيل. فئات الشعب المصري والشعب المصري على مدى تاريخه شعب محب لبلده ومحب لقيادته السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالي لما يبقى فيه اي يعني تهديدات تهدد الامن القومي المصري بتلاقي الشعب المصري كله بكل فئاته بكل طوائفه دايما خلف بلده وخلف القياده السياسيه، وبالتالي مش مستغرب على الشعب المصري بكل فئاته اللي شفناه يعني حاله التأييد الكبيره من كل فئات الشعب المصري للسيد الرئيس والقياده السياسيه لاتخاذ ما يراه مناسبا لحمايه حدود مصر الدوليه المستقره من ايام قدماء المصريين، وايضا الدعم الكبير للقضيه الفلسطينيه ولاشقائنا في فلسطين وتخفيف العبء عليهم وزياده المساعدات. يمكن مصر على مدى تاريخها حتى عشان الساده اللي بيتابعونا والساده المشاهدين اكثر دوله على مدى تاريخها من 48 حتى الان ضحت من اجل القضيه الفلسطينيه، مش كلام، لا ده فعل واقع عملي. ويعني عايز اقول لحضرتك ان كل الشكر مره ثانيه وثالثه للقياده السياسيه والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا المجهود الكبير العظيم لدعم اهالينا واخواتنا في فلسطين. الشعب المصري سوف يظل على مدى تاريخه داعم للسيد الرئيس في كل القرارات اللي اتخذها لحمايه حدودنا الدوليه المستقره في كل المواثيق الدوليه، وبالتالي احنا دايما كلنا خلف القياده السياسيه وخلف السيد الرئيس عبد الفتاح. نعم، يعني من خلال تعاملات حضرتك في نطاق المزارعين لهذه الجهود، يمكن كل يعمل في مجاله يعني منخرط أكتر في مجاله، هل هذه الجهود وفي متابعة يومية لما يقوم به السيد الرئيس والقيادة السياسية فيما يتعلق بالملف ويعني نبض المزارعين تجاه ما تقوم به الدولة تجاه القضية الفلسطينية؟ أنا بشكر حضرتك على الطرح ده، وإحنا حتى كمهنيين وكنقابة مهن زراعية إحنا ويمكن أول مرة أقول هذا الكلام، إحنا قمة المناخ كوب 28 هتعقد في الإمارات الشقيقة نوفمبر القادم. الدولة المصرية استضافت كوب 27 وبذلت مجهود كبير جدا وأنشأت صندوق لأول مرة بعد يعني جهد كبير جدا من السيد الوزير سامح شكري والقيادة السياسية في ذلك الوقت، وأنشأوا صندوق للخسائر والأضرار، صندوق تعويضات. النهاردة اللي بيحصل في فلسطين من استخدام الأسلحة كيماوية وأسلحة فيزيقية وأسلحة بيولوجية بيأثر على البيئة وبيأثر على المناخ وبيأثر على المياه الجوفية وعلى الأمن الغذائي في فلسطين وعلى النباتات، وبالتالي لابد من خلال قمة المناخ القادمة بإذن الله في الإمارات الشقيقة أن يكون هناك برنامج ويوم كامل مخصص لكيفية تعويض أهلينا في غزة عن الأضرار
الناشئة نتيجة استخدام هذه الأسلحة وتأثيرها على تغيرات المناخ وعلى جفاف المياه وأيضا جفاف التربة والتصحر. أهالينا الفلاحين المصريين وأهالينا المزارعين، وأنا بشكر حضرتك على الطرح ده، متابعين جيدين. السيد الرئيس على مدار الساعة النهاردة الصبح كان في اجتماع عقده السيد الرئيس مع دولة رئيس الوزراء، السيد وزير الزراعة، مسؤولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، السيد وزير الكهرباء للمشروعات الزراعية القومية ومدى التقدم فيها وزيادة تصدير الحصلات الزراعية. النهاردة لما نتكلم على هذه المشروعات، هذه المشروعات بتصب في مصلحتنا كلنا كمواطنين، ولكن الفئة الأكثر استفادة منهم هم الزراعيين، لأن هم اللي بيشتغلوا، أولادهم زمايل المهندسين الزراعيين هم اللي بيعملوا في هذه المشروعات القومية، وبالتالي كل هذه المشروعات بتنعكس إيجابيا علينا، وبالتالي يعني كل الدعم لهذه المشروعات ومتابعة دورية رغم هذه الأزمة والظروف في المنطقة كلها، إنما متابعة يومية من السيد الرئيس لهذه الملفات الهامة واللي بيأتي في القلب منها الزراعة ودعم أهالينا الفلاحين والمزارعين. نعم، بشكرك، شكرا جزيلا دكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، شكرا جزيلا لك.